جرسون تعال هون. ايه سيدي جنابه بتعيط علي؟ لكن شو عم بعيط على امك؟ انا عم بقول يا جرسون شو بتكون انت اوتوموبيل بويك طنجره بابا غنوج؟ بلا ما اخذ سيدي. خد املاها القنينه عرق. لكن شو عم بشرب انا؟ بنزين حبر؟ روح املاها عرقاتك. خد تكرم سيدي. نهارك ورد منور يا جميل افندي. نهارك فل مفتح يا استاذ عبد الستار يا اشهر من نار بعالم الضم والتك والجركه والحجاسكار. والمونولوجيست الذي بالبنان اليه يشار. ايه مفهوم وكنا فاهمين ان ما في طوبه ما في زلمه ما في حدا كل زحله ما بيعرف ان جنابك اكبر مونولوجيست ملحنيس. بتريد تلعب طاوله؟ ما عنديش مانع. منيح انا هلا ما في عندي وقت العب لوحده. الله يجازيك يا جميل افندي. هلا قول لي انت ايه اللي جابك النهارده يعني كازل وبدري كده؟ نبرتيتي الرقاصه المصريه اللي وصلت زحله النهارده. يبتسلم لي اسلاك لمبات مخها.
طب وانت ايه اللي عرفك بنفرتيتي يا نمس؟ وحياة الله انا ما بعرف نفرتيتي ولا نيفر مايند. جناب المحترم سيدي عنتر بك الاسد هو اللي بيعرف نفرتيتي وبعثني لهون لاقدم لجناب حضرتها بوكيه ورد. كده كده لازم سيدك عنتر بيه بيحب نفرتيتي. هيدا شي واضح مثل الشمس، ما في حدا بيبعت بوكيه ورد الا في حالتين فقط، حالة الحب وحالة الموت. صحيح. ومن حيث ان الانسة نفرتيتي لازالت على ايد الحياة بيكون هالبوكيه الورد من شان عيون الحب والغرام والامور. يا دلي. ايوه لكن ده راجل متجوز. وشو بيصير متجوز؟ هيدا منه متجوز ادميه تبع مدام حوا، هيدا متجوز ادميه هيدروجينيه. لكن معروف ان عنتر بيه بيحب مراته قوي، والدليل على ذلك انه ساب مصر وجا عشنا في لبنان علشان صحتها، وده منتهى الاخلاص. بابا بابا. تعي يا هند يلي تقبري عيون بابا. شو بدي؟ ازيك يا عم جميل افندي؟ تسلم لي عيونك المكحلين يا هند. وحياة امي كل ما بشوفك بندهش كيف هالقلعوض بيك عبد الستار بيخلف غزالة شاردة مثل حكايتك. ما هي طلعة امها وجمال امها وقوام امها. بعد اذنك يا استاذ. من حق يا عم جميل افندي. ازاي مدمازيل توتا؟ منيحة كتير كتير كتير. والنبي تفكرها تبعت لي كتاب مقدمة ابن خلدون. شو شو شو؟ شو ابن خلدون وشو ابن زيدون؟ خاطركم خاطركم. ولك ليش ما بتاخد بنتك هند تعلمها الغنية جديدة؟ انا مش عاوز احفظ اغاني يا ماما، انا ما بحبش الاغاني، العلم هو اللي بيجري في دمي. شو؟ ولك كيف بيجري بدماتك العلم يا خلبوصة؟ ايش بيكون بيك برنامج شو؟ وامك تبقى مين يعني؟ تبقى نبوية موسى؟ آه يا حرقة قلبي على أيام شبابي. أنا لما كنت شابي كنت بقفش العود هيك وبلعلع بأمطار الحجرة تبعي وبقول حارق قلبي ويا غنطور. يا بنتي يا هند اعملي معروف سكتيها وتعالي احفظي الأغنية الجديدة. أنا مش مخلوقة للغنى، أنا مخلوقة للعلم للعلم. أنا مش مخلوقة للعلم يا أستاذ، أنا مخلوقة للغنى للفن للمزيكا. لأه يا قلبي أه يا روحي أه يا عيني. لا ده كتير كتير خالص. جلوس. حاضر. قربي. ضرب زيد عمرا. ضرب زيد عمرا؟ إخيه ده دمها تقيل قوي. بقى ضرب زيد عمرا؟ والله ضرب العواد عودا ترتتتتتم. والله ضرب الكمنجات كمنجة يا را حاجة طرب يا أستاذ، حاجة طرب. يا سلام، أنا نفسي أكون مطربة عظيمة. شجعني يا أستاذ، ساعدني يا أستاذ. أساعدك يا مدموزيل، أنا جابوني من معهد العلوم مش من معهد الموسيقى. بقى لسه زيك من ذوات الحسب والنسب، عاوزة تبقى من ذوات الطاطي والتواشيح. وماله يا أستاذ؟ دي المغنى حياة الروح يسمعها العلي تشفي. ده كلام نتش. تشفي ازاي؟ هو فيه ملح انجليزي نهواند؟ فيه هوان سيكا؟ فيه بانسيلين بياتي؟ يا سلام عليك يا استاذ. سنطن، انا راجل جد، انا نصير العلم. فوتي قدامي تعال. ودني اي ودني انا شايف العلم انا ايه. جلوس عارب البيت الآتي. أنت يا كتابي منهل عزم شراري. أنت ولا أنت جداري. تقولي إيه؟ أنت نعيمي وناري. اختشى مدمازيل. أنت ولا أنت جداري. أنت نعيمي وناري. مدهش. واللي بحبه برضو أنت، برضو أنت أنت أنت. تراراريرم تراراريرم. يا جميل يا زيف. الله يا زيف. يا عطران. يا عطران. شباكي لباكي جميل وملك ايديكي. انا عيانه اعصابي تعبانه. اقفل الراديو اللي مفتوح على الاخر ده. هيدي منها محطه الاذاعه تبع الراديو، هيدي محطه اذاعه تبع المدموزيل توتا. مدموزيل توتا اللي بتغني؟ يا جنيله عليك وعلى خنفك. اعصابك يا تورته، انت عيانه يا تورته. يا حبيبتي يا تورته. هو حد جاب لي العيا غير بنتك؟ ما هو انت اللي تلفت امالها ودلحتها على الاخر وسبت لها حريه زياده عن اللازم. انت عايزاني اعمل فيها ايه؟ احبسها في القرار؟ احطها في التلاجه؟ اذا كنت جايب لها من مصر افظع مدرس الاستاذ ايوب ايوب، الراجل الخشن الكشر اللي لو درس لحمار حصاوي كان حفاظه ألفية ابن مالك. امال حضرتك سايبها تغني ليه؟
واكد لك ان دلوقتي هو نازل فيها تهزيق، نازل فيها ضرب. انت ولن تشتري، انت نعيمي وناري، انت ولن تشتري، انت نعيمي وناري. يا خبر اسود يا امي يا امي، سكتوه اقفلوه اعصابي استاذ ايوب. يا استاذ ايوب استغفر الله العظيم. ايه جرى ايه يا استاذ؟ جرى ان التلميذه النجيبه اللي جايبني علشان اعلمها النحو والصرف علمتني هي المغنى والرقص. انا مستقيل عن اذنكم. طول بالك يا استاذ. لا يمكن ولن يمكن وسوف لا يمكن ان يمكن. بنت سعادتك لازمها واحده زي الاستاذه. مين؟ بديعه مصابني. عن اذنكم. انت ولن تشتري، انت نعيمي وناري، سيدي نعيمي وناري. انت ولن تشتري. يا عيني اكل ايه ده؟ ده مش اكلي، ده اكل هاني. هيدا اكلك واكل هاني، لكن انا مش ملزم كوني اتغدى واتعشى بخضار مسلوق. ليه؟ هو انا عيان؟ لا انا اللي عيان. خلاص كوليه انت. ما تكترش، انت مش جوزي؟ اظن كده. خلاص اذا زعلت انا ما ازعل وياك، واذا فرحت انا افرح وياك، وزعيت انا ما معياش وياك. اخصى عليك بقى، بعد ما سيبنا مصر وعشنا في لبنان عشان استرد صحتي ما تشاركنيش في السراء والضراء وفي الداء والدواء. انا استحمل السراء والضراء والداء والدواء، لكن ما استحملش الطبيخ اللي من غير لحمائي وبهيره زاء. اقول لك ايه، راجل دين لازم تاكل من اكل. ما تقدرش ايه؟ ما اقدرش اخالف اوامري. الله، ده مفيش اطعم من كده اكل. استنى ما تاكلش لما تشرب معلقه من الدواء بتاعك. لا بالهنا والشفا على قلبك انت، لازم تشرب الدواء. يا ستي ما اقدرش، ده مر مر جميل. شو بتأمري مدام؟ انت عندك ذمه؟ ايه ذمه واسعه هيك. اذا دوق. ادوق شو؟ دوق الدواء، شوف طعمه حلو ولا مر. دواء؟ انا ما بحب دواء. لازم تدوق. يا الله لازم تدوق. حلو ولا مر؟ يا الله هيدا حلو كتير كتير، حلو مثل السكر. ده حلو يا عديم الذوق يا قليل الذمة. طب استطعم دخيلك. عاوز اجرك رح بموت. روح اطفح. يا الله مر مثل العلقة. حلو مثل السكر. مر علقة حلو. سكر. مر علقة حلو. سكر. مر. هيدا مر مثل العلقان. موافقين. هيدا حلو مثل السكر برضو. موافقين. انعمت قلبه مكركب بطني. يا الله يكركب بطني. شو يا بطني؟ شو شتاكلي؟ برضو يا استاذ هيدا وقت الطعام مو وقت الانغام. ايه ده الاكل ده علشاني؟ ايه مشان حرطك يا مدموزين. هيدي خضره مسلوقه وهيدا حليب وهيدا بطني. مش عايزه اكل لا هيدا ولا هيدا، انا مش عيانه، ده اكل مستشفيات. هيدي اكل مستشفيات؟ الخضره هيدي كلها فيتامينات صحيه، بالبندورة فيتامين بي، وبالخرشوف فيتامين خي، وبالفاكهه فيتامين في. طب استحمى بفيتامين خي وبي. شو هيدا يا الله شو هيدا؟ اتملات العمى يخرب بيت البي والحي والخي والفي. شوفوا يخرب بيت كل بالالف لدي. يا الله شو معلمتي معلمتي؟ ايه الدرباكه دي كلها؟ بيعجبك هيك يا معلمتي؟ بيليق هيك؟ بطلع لهون جميل فقط، بنزل من هون جميل باللبن. طب روح انت اغسل وشك وانا حعرف شغلي معاه. ايه متحكي هلا بتشوفي. يا الله روح تشوفي بقى. انا بخدم عنكم. شو هاليوم الزفت؟ يا الله وحياة الله ما بستناهم. اتفضلي بقى روحي اشربي بالشفا ان شاء الله. ايه
أنا عارفة عملت إيه في دنيتي عشان تسودي اسمتي. لا بنت أخلاقها كريمة ولا جوز عليه القيمة. معلش خدي حريتك. بتبص في الساعة ليه؟ عايزك تسمحيلي بالخروج عشان ألحق المؤتمر. مؤتمر إيه؟ مؤتمر الدولي للبلطي والبشرية. يعني يا عمتر ما لقيتش للمؤتمر الزفر ده؟ أعمل إيه في سبيل الإنسانية الجائعة؟ المؤتمر ده يا عزيزتي أكبر مؤتمر دولي لتقرير مصير التغذية الفسفورية المستخرجة من الأحياء المائية. فهمتي؟ وهي دي حاجة ما تتفهمش؟ يلا يا أخويا بقى روح حصل الحلقة. مرسي. ازاي قدرت تضمن مراتك الليله؟ والله دايما ان انا موجود دلوقتي في مؤتمر البلطي والبساريا الدولي. اه يا قرموط يا تعبان يا ابو جلامبو. انا قتيل البياض. الحقيني يا توتة. مالك يا هلبة؟ حيسفروني على مصر عشان اتعلم الغنى، عاوزين يحرموني من العلم والادب. ما تقهريش روحك ابدا يا حبيبتي، انا جبتلك مجموعة كتب علمية هتعجبك قوي. ادي تاريخ الادب العربي، وادي الشوقيات، وادي مقدمة ابن خلدون. متشكرة متشكرة جدا يا توتة. اسمحي لي بقى اقدملك هدية عزيزة جدا على ماما. اتفضلي. سورة أم كلثوم وعليها امضتها كمان. نمرتك يا مدمازيل هند، تفضلي. طيب عرفنا خلاص. أنا عاوزة أنط من الشباك وأهرب من هنا. طب وليه بس؟ عاوزيني أطلع في الاستعراض وأغني قدام الجمهور. يا بختك. أه لو أقدر ألبس هدومك وأطلع أغني بدالي. مش ممكن. يعني حيحصل إيه؟ هيحصل حاجات كتير قوي. هيحصل ايه؟ ولا حاجة. يعني البس؟ البسي. انت كنت هتغني ايه؟ ربيع لبنان. هفضحك قوي قوي. مش هي دي؟ تراري راي راي تراري راي 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 دا مني يا جدع اجمد. يا اخويا انا مالي ومال نفرتيتي ونفرتكوس؟ مش كنا نروح ننام احسن؟ وكل نومة وتمطيطة احسن من نفرتيطة. ما يصحش يا أستاذ بندق، نفرتيتي صديقتي من مصر ولازم نهنيها بسلامة الوصول. طيب يا سيدي نهنيها. قولي عملتلي ايه في القصيدة العصباء اللي هنقدمها مع الورد؟ أمال يا حسن بيه، دلوقتي هتسمع اللؤلؤ المنظوم والشعر اللي هيخلي نفرتيتي تقعد ثم تقوم. سمعت. إن الورود تفتحت لك يا نفرتيتي أحد. أحد؟ واحد تطلع ايدي كمان. هي ملهاش معنى صحيح، وانما انا حطيت احد قدام تفتحت عشان القافية تمشي مظبوط. واسمع الباقي بقى يا حبيبي. لما جمالك قد بدا كل القلوب تنحنحت، شفتيك فيها سكر ولا اجل هذا تقنزحت، واحمر بطيخ الخدود وتمنى بقي لو نحت. الله اكبر، ده ايه العبقريه الفظيعه دي؟ بس بذمتك ده يبقى اسمه شعر؟ لا شعريه، انا اصل غلطان اللي طلعت اديب متادب. طب اتفضل شيل يا حضره الاديب المتادب. طب اتفضل قدامي. ما هو غلب دي معرفه ايه؟ او انت كده طول عمرك معذبني. يا ايه يا جمال؟ يا سلام يا اخويا، دي جنه رضوان ولا كازينو في لبنان؟ كازينو. أواه من كازينو أراه أصابني، فناديت يا أمه قالت لي نعم. خش يا أخويا خش. آه يا ماما. Thank you.
اسمع يا فندم. يا عم ده خد الورد ده وصله لست نفرتيتي. ده كلام سيدي. ايوه اقول لها من عند بندق بيه وحسن بيه. كلام يا حبيبي. ايه منيح سعيده يا ويس. لبنان زان ومن ربيع وشاح، لبنان زان ومن ربيع وشاح، وبموكب الشحرور غنى 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 وناح، ولهالغنى حن غنيت مثله ما علي جناح، غنيت مثله ما علي جناح. حريها السلطان وبتأسر قلوبكم الراقصة المصرية نفرتيتي.
عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انا مش انت هند اللي كانت بتغني دلوقتي؟ هند؟ ايوه انا هند. انا هند. تعالي وبتجري كده ليه؟ اصل بابا بيجري ورايا عايز يضربني. تعالي تعالي استخبي عندي في اوتوبيل. تعالي ما تخافيش. تعالي حلوك. خش والنبي السوق على اخر سرعه، عايز اوصل البيت قبل بابا. بس كده من عينيا الاثنين، حوصلك قبل بابا وماما كمان. طب يلا. ياه ده لازم بابا راجل شديد وقاسي قوي جدا. تصور ده انا مره كنت راكبه مع واحد ابن حلال زيك، قام سهاني وحط ايده على كتفي. يعني كده تمام. وبعدين بابا شافه راح مطلع المسدس وضربه 15 رصاص. يا حفيظ يا رب. ومره واحد لعبي حوجبه في الشارع، بابا ضربه 20 رصاص. يا حفيظ ان كنت مستغني عن امرك بقى مد ايدك تاني. ان جيت الحق انا زهقان من عيشتي ونفسي اموت، تسمحي لي اموت؟ وبعدين معاك. نفسي ادوق رصاص ابوكي. وليه الاذيه دي؟ انت لسه صغير. ما هو لما حموت ضحيه جمالك حموت شهيد. انا ما اكلش من الكلام ده. صدقيني. لا احلف لك. لا. طب اديني بوسه. لا لا ازاي. لا 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 مش كده. انا اصلي صوتي منتال خالص واحب الخيال، وعلشان كده اولا ايه تتنهد من جوه قلبك. اتنهدنا. وثانيا تفتح ايديك بوضع شاعر. فتحنا. وثالثا تغمض عينيك في خيال. غمض. وتقول لي بهمس وحراره هاتي يا حياتي. هاتي يا حياتي. استلم يا روحي. اي 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 يا عفريته يا شيطانه يا منحدره من سلاله ابليس. اضربها قدمها اخسر البنت ضلع يطلع لها 24. انا لا هخسر لها ضلع ولا هخسر لها موزه، انا هبعتها على مدرسه في مصر عشان ارتاح منها. اهو ده كلام رجاله، وبكده تثبت انك اسد صحيح. مش ممكن اسافر، انا ما احبش المدارس، انا احب المزيكا. خراسي يا اوركستر الفضايح، انا حكمت عليك تسافري مصر وتدخل المدرسه حكما مشمولا بالنفاذ. طيب وانا هقول لماما على مؤتمر البساريه اللي شفتك فيه امبارح. ماله مؤتمر البساريه؟ الله ده مش مؤتمر، ده كباريه. كباريه؟ وقعتك سودا. تعال هنا. دي كداره. تعالي هنا. انا حرمت النار. النار حرمت. خلاص اطلع صايف. طب شويه اوعى. طب شويه. تعال انا لازم اصبر. انا هاي لازم اوديها المدرسه غصبي عني. مش عاوزة اسافر يا ماما، مش عاوزة اغني يا ماما. وحياة عين تان امك، راح تسافري وراح تغني. في عرضك يا بابا، انا مش ممكن ابدا هنفع في الغنى والرقص، انا بحب العلم والفلسفة. هو في الحقيقة العلم كويس كويس. شو؟ انما بقى الرقص فضلوه عن العلم. يلا روزي وضي اواعيك هلا تنلحق بابور البحر. فضلك يا حضرة الكوميسير، أنا عايزة عفش المتموزيل هند في الدرجة الثالثة يتنقل هنا في الدرجة الأولى وأنا أدفع فرق التذكرة. أمرك يا مدموزيل. متشكرة أوي يا توتة. متشكرة على إيه؟ أنا اللي أقولك مليون مرة متشكرة لأنك حتسليني وتونسيني. أنا سعيد، سعيدة جدا لوجودي معاك. ياريت بابا بعتني أطلب العلم زي، وياريت بابا بعتني أدرس الغنى زي، ياريتني أنا أنت، وياريتك أنت أنا. يا جمال يا جمال يا جمال. اسمع مصلك،
أنا من ركاب الدرجة الأولى الممتازة. تشرفنا يا فندم. تسمح تقول لي أنتوا طابخين إيه النهاردة؟ كل اللي تطلبه حضرتك موجود. هو حضرته أمين. أيوة حضرتي أبقى صاحب حضرته، وحضرته يبقى حسن به الوجيه ابني وجيه باشا الوجيه. تشرفنا وحضرتك. مش شغلك، أو كما قال الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين للقرين قرونه. فهمت؟ أرجوك تعتبر الأستاذ فزو، قصدي الأستاذ بندو، أيوة، كشخص تمام، لأنه زميل الطفولة وزميل الدراسة. أيوة الدراسة الابتدائية من فضلك. مع الشكر. اللي أشعارك خالدة بقى. أين من عينيك هاتيك المجاري يا عروس البق 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 البق. الله ايه نيران ازاي طشت ده؟ لا عيني اسندي معايا يا توتة. ياني يا وعد يا باشا، ما الفوق عامل زي طشت ليا. ايه فوق؟ لا يا اختي لسه مسورك. جري معايا على السطح يمكن الهوا يفوقه شوية. او النبي خديني على السطح عشان الهوا يفوقني. يعني اجيب لك شوية كولونيا. كولونيا ايه ده؟ ما يفوقش الا بالبنين. مين انت؟ ايوه انا يا ابو كسيرة هانم. غمض عينيك، افرد ايديك، خد في سنانك، مش كده يا ست هند؟ هند؟ ايوه هند، طويلي بالك. انا متأسفة يا فندم، انا بس خفت عليك من بابا. عارف عارف، ده شايل الرصاص في جيبه زي حب العزيز. وانت جرى لك ايه يا سبندق؟ مالك مستمد كده؟ ايوه يظهر ان انا مصاب بسهام عيون ال يا سلام، كده اول من اول نظرة. امال يا فندم؟ اصلها نظرة فابتسامة فسلامة. حضرتها صديقتي الانسة توتة بنت عنتر بالاسد. بنت عنتر بالاسد بيه؟ ما كانش ظني ابدا انها تبقى بنت بيه. انا كنت فاكر انها من عائلة واطية زي عائلتي. اشمعنى؟ علشان لفح الهوى قلبي وزادت لوعتي، وراح اعمل ايه بعد اللتاية والتي يا وقعتي يا وقعتي ابي. تصوري لما شفت العينين المكحلة دي، حسيت انك حطيتي في بقي ام عجاز ودلقتي في قلبي صفيحة بنزين. بنزين؟ وورا الصفيحة حدفتي ولاح بقك زي البلاعة. وماله، ما هو ده اللي حيتويه فيه. انت لسه زعلان مني؟ لا يا ستي خلاص، اذا كان لسه ضبطك معوجة انا مستعد اعدلها لك. بايه؟ ببوسة؟ لا ببوكس. يا عيني يا عيني يا جنية حمرة يا جنية خضرة، شو عم تعملوا هون مع هالقلاعيط؟ وسلام شو يطلع مين كمان؟ حضرته الحرس الوطني بتاعنا. ايوه النبي حرسه وصاينه. تشرفنا. انا ما بريد اتشرف بحضرتكم، فقط دشروا هالانيسات المصونات على حسب التعليمات. عرفتك حضرتك من لبنان. يلا على هزاكة، كيف عرفت اني انا من لبنان؟ ايه بالحداقة. بتسلم لي حدات المصروة كلاتهم. يا الله على هزاكة الخارق للطبيعة. يا اختي قطيعة هتباوسة هتباوسة. يا الله يا الله عتوتة وجمال توتة، تعال الحقيني يا توتة طفحتوا من الهوى الفوتة. أقوم كده؟ ها قوي يا صديقي، أصل قلب الشاعر زي ورقة السيجارة يتحرق من أول شرارة. تحب أولع لك؟ مولع يا أخويا من قبل منك وقربت أبقى عقد. إيه يا بختك، أنت السيجارة اللي ولحت منها كوتاريلي، إنما السيجارة اللي ولحت منها أنا لك سترايك. ومش عجبك لك سترايك؟ لا عجباني قوي، بس أنا مش قدها. هي غنية وأنا فقير، هي أبوها بيه وأنا شاعر. وإيه يعني فرق بين البيه والشاعر؟ البيه يا حبيبي بيبقى عنده 100 عمارة وبيجيله إيراد، والشاعر بيبقى عنده 100 بيت وبينام على التلتوار. وهو الحب فيه فقر وغنى؟ طب أنا ابن باشا وغني، لكن معجب بهند الفقيرة وبأخلاقها ومظهرها العالي، كأنها بنت من عيلة محترمة. يا سلام يا سلام على هند. سلام على حسن نياد الموت. موت ايه جتك موتة مستعجلة؟ انت شاعر ولا حنوت يا اخي؟ القلب، هو فين القلب يا اخويا؟
القلب شعوط كله أواه ثم أواه واهو. يا اختي على بندق وعلى شعره الحلا منتيشي شربات المضروب. ويا سلام على حسني، لطيف جدا وجريء جدا وجدا جدا. بس انا خايفة جدا جدا جدا. ليه؟ لان بندق لو عارف ان انا بنت عبد الستار المونولوجيست هيبعد عني. ان كنت وقعت فيه يا هند خليكي على طول توتة بنت عن تربية الاسد. يا خبر، اخد شخصيتك وانا اخد شخصيتك، يعني انا ابقى هند وانت تبقى توتة. لكن غرضك ايه من كده؟ غرضي اخدمك واخدم نفسي. انا اهلي عايزين يعلموني العلم والفلسفة. وانتي اهلك عايزين يعلموك الموسيقى والفن برضو. فكل واحدة مننا تحل محل التانية. انتي تخشي المدرسة بدالي وتشبعي علم، وانا اخش المعهد بدالك واشبع فن. لكن ده يبقى تزوير في بني ادم رسمي. لا ما اقدرش. على كيفك، خليكي محروبة من الكتب الفلسفية والمحاضرات العلمية والدروس الادبية. لكن يا توتة العمل ايه لو حد كشف امرنا واتفضحنا؟ مادام احنا متفقين سوا خلاص علي انا. اتفقنا؟ اتفقنا وربنا يستر. يعني انا من دلوقتي هند بنت عبد الستار المونولوجيز، وانا من دلوقتي توتة بنت عنتر بيه الاسد. يا اهلا اهلا، الف حمد لله على السلامه. توتة في القاهره. شكرا. عفوا. يا الله يا الله، رحم باعصابك يا جميل، رحم باعصابك. وحياه الله ما عاد لي اعصاب، بدي افهم شو جابكم لهون. بالذوق يا جميل، بالذوق. بالذوق بالذوق يا حبيبي. بدي شو بدكم منا؟ في معرفه؟ لا. في قرابه؟ ما نقبلش. جنابك بي، جنابك امي، لك كله من هون. تعال يا ملعين، اطلعوا اطلعوا. ماشي معي. وبعدين بقى في ابن الارندال ده اللي عامل عليهم ستار حديدي. ولا يهمك، وراهم. وراهم في ايه؟ ما تخافش، ده انا ابو الافكار والحيل. حيل؟ وحياة الله رح ببعت مكتوب لابوكي وبقول له على كل شيء. هلا بتشوفي، هلا بتشوفي. ولك انت يا خيي بتحطوا الاواعي تبع المدموزيلات في الاوضه نمرو 5، والاواعي تبعي بتجيبوها عندي في الاوضه نمرو 6، يعني نمرو 6. حاضر. من فضلك نزل شنطتين دول هنا وودي الشنط التانية في اوضه نمره 6. حاضر. هو انتم؟ اه طبعا احنا. احنا اللي شلنا في الهوا شنط الهوا، احنا اللي دخنا في اللوكاندادي سوا. طبعا احنا. انا مش قادر ابعد عنك، قلبي مش عاوز يتزحزح من هنا. كل ما اقول له يلا نروح يا قلبي يقول لي روح انت وسيبني هنا. كلامك رقيق قوي يا حسني. ان قلبي في هواك انهرى يا حلو يلي مثل كوز الذرة. يا سلام، شعرك ساحر. اقدر اتجرأ واعزمك على سهرة بريئة؟ فين؟ افرجك على كل ملاهي القاهرة. يا ريت. وانا اقدر كمان اعملها واعزمك على فسحة بريئة. فين؟ في دار الكتب. يا ريت. لا صحيح، حلو. حياة الله حلو. جو سوي تري سامباتيك. يا والد ستات من نظراتي. وين الشنطاية تبعي؟ ولك حمام، حمام العمد قلبه وين راح؟ حمام تعال هون. اهلا اهلا جميل افندي، ابن حلال. تصور لسه حالا كنا جايبين. اهو النبي والله. إيه الله يمحي لي سيرتي على سيرتكم. شو عم تعملي يا ملعونه انت وهي مع هالقلعير؟ احنا واقفين. 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 ايش واقفين يا الله دخيله؟ واقفين يعني مش قاعدين. هي دي عاوزه شرح. والنبي يا جميل عايزين نتفتح الليل. ايوه ونتفرج على مصر. طب ما تيجوا معانا. كيت كات
ولا حلمية فلس ولا بديعة؟ نروح ببه؟ لا نروح في دهية. لا لا. سكر تمك انت وهو، بدكم تعلموني التهتك والشيكابوم؟ انا رجال فضيلة، انا رجال حشمة، لولا هيك ما كان عن تربيك الاسد سلمني بنته من شان تكون ديدبان عليها. يا سلام يا جميل افندي، انا اول ما شفتك حبيتك، دخلت جوه قلبي. يا ما نفسي امسك خدودك الحلوين دول اللي زي الورد وانزل فيهم بوس لما اقطعهم حتت. لا هيدا ما بيصير، انا وحياة الله بس. شا 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 يا نهار يا أبل يا سما يا بر وحياة يا مبسوطين هيك يا ملعين وحياة الله الله بتشوفوا شو بعمل فيك. اشرف صحة الحب. حب؟ هو انت اللي زيك يعرف حب؟ انا فعلا ما كنتش اعرف، كان قلبي حته صخر، لكن لما شفتها بقى حته لحم. ايوه يا بندق، حته لحمه مشويه، وكل ما بتزيد عليها النار تنبعث فيها الحراره. حيلك حيلك، ده انت هتبوظ عليا، ده انا عمري ما سمعت منك الكلام اللي فيه خيال وشعريه الا دلوقتي. ما انا بحب يا بندق يا اخي. حبك بورص واللي يحب يسهر في كباريه. امال يسهر في ميتم؟ لا مش قصدي، قصدي يقعد في جنينه جميله، يكلم الورد، يناجي القمر، أو كما قال الشاعر الذي هو مش عارف مين، أبيت أسامر نجم السماء إذا لحني في الدجاء أو هرب. أعذرني يا بندق، ما هو أنا كمان كما قال الشاعر اللي مش عارف هو مين، ما شربت الشمبانيا إلا لأنسى. لا تبقى أونطاجي، لان مفيش حد بيحب وعاوز ينسى حبيبته ابدا، حتى اذا كانت بتديله بالبلغه القديمه. امال الشاعر ده ازاي بيقول انه ما شربش الا لينسى؟ ايوه لينسى حماته، لينسى انه خال شغل. انا كمان عاوز انسى رذاله الجدع المتلج ده اللي اسمه جميل. يا حفيظ تصور الاستاذ بمجرد ذكر اسمه حول الشمبانيا الى بترول. هو صحيح دمه تقيل على قلبي، انما جيت الحق عاجبني. عاجبك؟ عاجبك في ايه يا خوف؟ عاجبني تمسكه بالفضيلة ومحافظته على الاداب والاخلاق واستقامته وجده. يا خبر السود، مش ده جميل افندي؟ ايوه يا سيدي، حارس الفضيلة ومستودع الحشمة. وعليهم 200 اسد علينا وفي الصلاة نعمت. Thank you.
بافلوفا تبع مصر. حبتني. حسني. اهلا اهلا اهلا. وحشتني يا تنزونة. كده برضو يا خاين تسافر وتفوتني على نار. اعمل ايه بقى، الاشغال والمشاريع والبورصة اللي انا منهمك فيها. جدا ده منهمك بشكل. الحمد لله على السلامة يا شيرين. حاسس بالسهد اللي في خدودي يا سنزو. تطلع من النار اللي قايدة جوه قلبي. وليه تخلي الصهد يطلع من قلبك يخسر لون خدودك؟ ما تعملي لقلبك مدخنة. الله يجازيك يا استاذ بندق. حسني حبيبي انت اتغيرت كتير قوي، فين وعودك؟ فين حنانك؟ موجود يا حبيبتي موجود، هو انا اقدر انساكي ابدا؟ ايه انا في لبنان كل الستات بيحبوني. صحة جمالكم. يا سلام عليكم على جعلتك. هجورك انا عاوز منك خدمة صغيرة يا روحي. عناية الاتنين يا حسن، شوف بيك لوب بيك، انا عبدة وملك ايديك. شايف الراجل هناك ده؟ شايفاه؟ ده مليونير كبير من لبنان. ايه مليونير؟ ده مليونير تخين قوي. عاوزك تسلطي عليه رجوشك الفتاكة لحد ما يقع في غرامك اللي شوشت. يا خبر، عاوزني اعمل كده وبتقول انك بتحبني؟ الله طبعا بحبك. لو كنت بتحبني كنت تغير عليا، مش تخليني اغزل واحد غيرك. اخص عليك واخص من عندي كمان يبقوا اخصين. يا جماعه افهموني، انا غرضي من كده. غرضك ايه؟ غرضك توزعني؟ غرضك تخلص مني؟ يبقى غرضه شريف. طبعا شريف، انا هفهمك بقى. انا بضارب في البورصه على سندات ماليه لشركه الافاطين المصريه والمسامير الفولاذيه وشركه الاباقيب العالميه، ومحدش مزاحمني في السوق غير الراجل ده. ده عاوز يهزني هزه ماليه عنيفه ويخلي الاسهم تنزل ترف والسندات تبقى عراطيس ترمس. فهمت يا ستي؟ ابدا. ولا انا. مش مهم، هجوره اعملي يا حبيبتي زي ما قلت لك عشان تنقذي ثروتي اللي هتبقى ثروتك انت. خلصك راجل ده يدعي يخرب بيته. بشر ده انا اخرب بيت ابوه. عاشت الاسامي. اهو كده الحب، اهو كده الاخلاص. شوفي، عاوزك تعملي اي طريقة عشان تعطليه بكرة الصبح وما يروحش البورصة يضرب. انا حكلبشهولك حكتفهولك عن اذنك. اهو كده وإلا فلا. الى الامام يا بطل. انت يا انت. انا يا تخبريني. شو انت ايه؟ انا خاتم بين اصابيعك، انا مثل النعجة بين دياتك، انا جميل يا جميلة. جميل يا جميل المحيا، انا عرفتك، حضرتك من لبنان مش كده؟ يا الله على هالذكى المصري، كيف عرفتي اني لبناني على اني ما قلت لحدا اني لبناني؟ قلبي هو اللي قال لي، اول ما شافك رح مغني على طول عاليا ديلي يا ديلي يا ديلي يا ابو العبادية. ويا جوخ شوف اصيلك للحلوة صدرية. او عاليا ديلي يا ابو العبادية. وعاليا ديلي يا ديلي. العجل واقع وحياكل حتة مقلب بالهنا والجفا. انه لفي منتهى الجردل. شمبانية. او عاليا يا جرسون تعالى هون هات لنا شمبانية. او عليا يا دي او يا توتة. انا عارفة مين اللي واخده منك، الاستاذ بندق المعرش. لا مش قصدي كده، انا عايزة اقولك ان قلبي مخدود وبيدق قوي كتير النهاردة. مخدود من ايه يا روحي؟ خايفة لحسن جميل يعرف اني رايحة بدالك المدرسة وانت رايحة بدالي المعهد الفن. ما تخافيش، خلي قلبك جامد، هو جميل حيعرف منين إيه؟ مش هو اللي حيوصل كل واحدة فينا لمدرستها؟ ولا يهمك، انا حعرف اتخلص منه ازاي، حعمل مستحيل، حعمل ما لا يعمل. تعالي معايا تعالي. يا خبر، ده نايم بهدومه. ازاي؟ جميل جميل. شو يا تخصت مخي يا تخصت مخي. نوم العوافي. صح النوم. ايه صحة ابدانكم. ايه اللي خلاك نمت بهدومك كده؟ الله، انت عينك منفخة، وشك اصفر زي اللي كنت هران طول الليل. لا يا مدموزيل، انا مرضى ما بحسن، راسي هون تعمل بيك بيك بيك. اخ يا راس يكبد عليك يا جميل، ده انت سخن زي النار.
نبضك سريع جدا ومناخيرك زرقاء زي النيلة. يا خسارتك يا شبابك. يعني راح بموت. معلش كلنا لها. الله يرحمك. ليش يا الله بتتصف عمري لساني صغير. انت لازم تنام وما تتحركش من السرير ابدا. لكن مين راح يوديكم على المدرسة؟ احنا نروح لوحدنا. هو احنا مستغنيين عنك؟ نام يا جميل نام. بنام؟ كيف انام؟ انتوا اماني في رقبتي، ما بسيبكم لو اكون جوات النعش. ضروري ضروري اكون معكم. الله الله الله. يا عيني يا عيني يا عيني. قبحت يا هذا. من اين لك هذا يا هذا؟ يا الله شو هالنكبه. فستانك ده يا جميل افندي؟ لا. ستيانك ده يا جميل افندي؟ لا. كومبينيزونك ده يا جميل افندي؟ لا، انا ما بعرف من وين هالملابس نسوانيه. انا ما بسبح بوجود ملابس مثل هيدي هون. تتطخ سمعتي وشرفي وحياة الله رح برميهم. لا يا شيخ. بترجاكوا للسيء الظن فيي. انا ادمي طاهر 150% DDT. ما هو بينه. هلا بترجاكم تنطروني تحت في الصالون تصير ملابسي كومبلي وبعدين بوصلكم المدارس تبعكم. يلا يا بلحات الشام. بقى يعني ما عرفتوش تزوجوا من سائل افندي ده ابدا؟ ابدا. قلنا له انت عيان ما عتقناش، قلنا له هتتوفى برضه ما سبناش. يا حفيظ. اوف ده لازقه ده تلقيح. ايوه. رقيب كئيب عجيب غريب ثقيل كأنه تل أبيب. Et toi, tu ne sais pas. Toi, ma douleur et ma joie. Celui que j'aime toujours, c'est toi. Toi. Tribititi. بونجور مون شيري. صباح القشطة يا مون أمور. يا الله شو بتكوني انتي؟ شو جابك لهان؟ كيف لبست بيجامة تبعي؟ نعم نعم. شو؟ اسم الله على عقلك. ان كنت سكران فوق وان كنت فايق اسكر مش فاكرني ولا ايه؟ شو هالزعبرة؟ انا بدي اعرف هلا كيف تجرأتي ودخلتي على الحجرة المقدسة؟ الله الله جرالك ايه؟ انت نسيت ليلة امبارح لما كنا بنرقص سوا وبنسكر سوا وراسك والف برتوشة لازم نكون مع بعض سوا. يا عب الشوم يا عب الشوم يا عب الشوم. وحضرتك جبت لي امبارح وانت مطينها على الاخر وحكمت رأيك لازم تتجوزني. وتجوزتي؟ لا ما حصلش. اشكرك يا الله اشكرك. اذا يا جناب عروسة الكاس والطاس ابلغك ان ما الي نفس للجواز. وهلا اسكم تسمحي تفرجيني عرض كتافك من شان ما يصير فضيحة الي. فضيحة الك؟ وهلا شو بيكون الحال لو عرفوا انك كنت امبارح في الكباريه بسكر مع شطاني مثل حكايتي؟ شيطانة لما تشيطنك. يلا نولي هدومي خليني اخرج. هدومك؟ يا امي الهدوم الحريمية اللي كانت هون الملابس تبع حضرتك؟ لا تبع حضرتك. اوام يلا تلحلح. للاسف يا مدموزين الهدوم تبع حضرتك رميتهم من الشباك. رميتهم؟ ده انا رميت وراهم يا فشل يا جهل يا ترل انت. دخيلك رح بجيب لك فساتين جديده حلوه على مود وكل شيء. اوام على عيني. مستعجله عندي برافا. على عيني. يلا بس ابوس اجرك ما تبصي ولا من الشباك ولا تطلي من الباب. استرها يا الله. دخيلك يا الله استرها. شو المزجر؟ الدبابة. يجي الفشل لقى. يلا يا جميل انت عايز تأخرنا عن المدرسة. انا كنت بريد اروح معكم للمدرسة لكن هلأ ما بقدر. مرضان تعبان. لما انت عيان نزلت من السرير ليه؟ ما تخمدتش ليه؟ انا وحياة الله كنت بريد اتخمد بس هلأ حاسس نفسي هيك ما بحسن منشان بريد اروح اشتري ابعت تليغراف لعنتر بيك منشان اطمنه على سلامة وصولكم. وحنعمل ايه؟ بترجاكم ابوس اجريكم ابوس ايديكم تروحوا بلا جميل. مش ممكن. مستحيل. مستحيل كيف؟ يا 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 حسني بك يا استاذ بندق. حسني بك استاذ بندق بترجاكم في خدمه انسانيه. فل من هون. انا راح بفل فقط اسمعوني شو بدي اقول. قول. انا اليوم مرضان كتير في 60 ده. لا سلامتك. وبتوصل من احساسكم ان توصلوا بنيابه عني المدموزيلات للمدرسه. والله ما كانش يتعز ورايا شوك. وجنابك ورايا شعر. يعني ما في مروءه؟ ما في مساعده خيريه؟ نو او كما قال الشاعر لا تصنع المعروف في غير اهله له اتله.
على كل حال يا أستاذ بندق، إحنا ما فيش مانع نثبت له إن أخلاقنا كريمة ونقوم بالمهمة دي بنيابة عنه. وهو كذلك، ولو إننا مش عاوزين نوصلهم أبداً 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 أبداً. الله يجازيكم على هالمعروف، أنا متشكر منكم كتير كتير من جوات جوات قلبي. العفو العفو، الصديق عند الضيق يا أخي. يا جميلة فندي، كن مطمئن جدا على المدمزيلات، وتفضل روح شوف شغلك. منيح ميرسي. اتفضلوا يا أنسات، العربية تحت أمرك. عربيتها؟ لا، عربية حسن بيه، أصله عنده عربية هاتشوري، أما أنا فعندي عربية فصحى. اتفضلوا. خاطركم. خاطرك. أوروفوار. اتعلموا منيح في المدرسة. سعيدة ولا؟ أوروفوار. مع السلامة. يا جميلة فندي. شو؟ ما تنساش إن مقاسها 42، ها؟ ميرسي كتير يا حي. مقاسها 42. يا الله! لابد إنه قري الشريمة في عين تاني. أنا رح بتجن، رح بتجن من زكي هالمصاروي هذه. يا الله استرها، دخيلك استرها يا الله، يا الله. يلا يا أستاذ بندق، خد بقى المدمازيل توتا ووصلها. أوصلها؟ أوصلها فين؟ على بيت الطالبات. طالبات؟ ما أقدرش أوصلها، دول بيقولوا الواحد يقدر يخش السجن، إنما ما أقدرش يخش بيت الطالبات. لا يا عبيط، بقى لما هتوصلها بنفسك هيفتكروك ابن عمها، ابن خالتها. ولو! دول عاملين احتياطات شديدة جدا على الطالبات، دول في منتهى الشدات والصرامة، والصرامة جمع صرمة. جمد قلبك امال. اوروفوار. اوروفوار. اوروفوار فين؟ الله الله. حسني حسني، قف 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 منك والف قف يا حسني، حود اوام ولف. اخس عليك يا بوبي، عاوز تمشي وتسيبني وحدي؟ بالعكس، ده انا عاوز ابقى معاك كل ثانية كل دقيقة. طب ده انا بتمنى من ربنا انه يسقطني كراسة ولا مسطرة عشان ابقى في ايديكي. هكذا هكذا وستون هكذا. يا بخت حسني، حظه بيم، هيقابل حبيبته في كل وقت. اصل بقى مدرسة رأس وغنى مش مدرسة فيها احكام بلغة. فليحيا الحرية. اتفضلي ليبرتي ليبرتي. وادي احنا وصلنا يا ستي، وادي المعهد الفني للموسيقى والرقص والغناء. هنتقابل ازاي يا حسني؟ ما تخافيش عليا، ده انا ابو الافكار والحيل. هتعمل ايه؟ هعمل نفسي ابن عمك، وما دام عملت ابن عمك ولا يهمك. برافو عليك يا حسني، فكره مدهشه يا ابو الافكار والحيل. ماشي يلا بينا. اي راجل اي شاب ممنوع يخش المعهد. معهدنا ده معهد فني مؤسس على حسن الاخلاق. حاضر يا حضره النصر. ممنوع دخول القرايب من اي صنف، وخصوصا اولاد العم. اي ابن عم هيجي هنا ويقع في ايديا دول، هقرقش وداني، هقطعه باسناني، هرش عليه ملح وفلفل واكله. برافو فلا. عفو يا حضره النصر. صباح الخير يا استاذه. انا مش استاذ، انا البوابه. عاوز ايه؟ عاوز اقابل حضره النظر. تقابلها ليه؟ قلبها كلها اخوها اختها. حيلك حيلك، فرملي شويه انا افهمك. انا هند من بيروت جايه التحق بالمعهد. وحضرتك جايه مع المدمزيل ليه؟ وعاوز ايه؟ وقصدك ايه؟ اوهو، انا ابن عمها. ابن عمها؟ ابن عمها. والنبي ابن عمها. والنبي ابن عمها. انستي يا ابن عمها. اتفضل يا ابن عمها، اتفضل اتفضل يا ابن عمها، اتفضل يا ابن عمها. ايه؟ طب حيلك حيلك بقى حضرتك ابن عمها. وحياتك ابن عمها، يا سمارة يا سمرمر. يا سكر من كرده. طب اتفضلوا. صباح الخير يا سعادة الدين. يا سعادة النظرة. مين دول يا فلة؟ دي يا ست النظرة التلميذة اللي جاية من لبنان. وحضرته؟ حضرته؟ حضرته بقى ابن عمها. عظيم جدا. حضرتك تبقى ابن عمها؟ طبعا يا فندم. اهلا. انت متأكد انك انت ابن عمها؟ بكل تأكيد يا فندم. طبعا ابن عمي. كويس قوي. فلة شوفي شغلك. ايوه شوفي شغلك يا فلة. هشوف شغلك. تعال يا ابن عمها. تعال يا ابن عمها. تعال هنا. تعال يا ابن عمها. تعال يا ابن عمها. والله العظيم قول لي. والله العظيم يا عمها. يا ابن عمها.
كتير قوي يا حضرة النظرة، ازاي تسمح للفراشة تبهدل ابن عمي وتهزقه بالشكل ده؟ سكوت. نظام المعهد ما يسمح لكيش انك تقابلي اي مخلوق من خارج المعهد. ليه؟ هو معهد ولا سجن؟ تضحكوا على ايه يا قلالة الادب؟ انصراف. شوف. اتفضلي شيلي شنطك واطلعي على اوضتك استعدي للدروس. حاضر. عظيمة، مدهشة، صوتك شدو البلابل.
غناكي سحر بابل. صحيح يا حضرة النظرة، مبسوطة مني، ميرسي قوي. من فضلك يا خيي بدي أسأل حضرتك على هالأدريس. جنابك من لبنان مش كده؟ يا الله يا الله على هالذكاء، كيف عرفت اني انا من لبنان على اني ما قلت لك شيء؟ نباهة يا حضرة افندم. بيت الطالبات، شارع ابن بطوطة، نيميرو 17. وينه؟ هو الشارع اللي انت فيه ده ابن بطوطة. ايه؟ وادي بيت الطالبات قدامك ده. هو ده اللي قدامك. بشكرك من صميم قلبي. العفو. ميرسي، شكرك حضرتك. بنصبحك بهيرات يا ورده مرعرعه. صباح النور يا فندم، اي خدمه؟ انا جاي اسال هون على المدموزيل توتا عنتر الاسد اللي اجت من لبنان. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. ممنون كتير. يا مدموزيل توتا. توتا توتا توتا، مالها توتا؟ ايوه ده انا ايوه انا. نعم، في واحد من طرف والدك عاوز يشوفك. من طرف والدي؟ عم جميل افندي. تعي لهون، شو جالك لهون؟ ما هو انا. انت جيتي على مصر تتخشي معهد الموسيقى، كيف دخلتي هون؟ ما هو انا غيرت رايي. تعي لهون. وين مدموزيل توتا؟ توتا 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 توتا، انا ست توتا. شو ست توتا وشو مال توتا؟ انا عم بسالك عن توتا. توتا وينها؟ ليش عم تبكي؟ شو جرى لتوتا؟ انا حقولك الحقيقه كلها، بس شو احكي؟ ما صار لي، ما صارت جوات بطني. شو جرى؟ شو حصل؟ دخيلك وينها توتا؟ في معهد الموسيقى. شو توتا بنت حضرة صاحب العزة عنتر بيك الاسد، موجودة في مدرسة للغنى والرقص؟ يا عيب الشو. ايوه بس موجودة باسمي انا، زي ما انا موجودة هنا باسمها هي. يخرب بيت امي اللي فهم شي من هالالغاز المعقدة. ما تزعلش كده، كلامك ده كله مش هيجيب نتيجة. احنا دلوقتي قدام امر واقع، ولو اتفضحت المسألة هنروح كلنا بدهي، واولهم انت. نين وين المعهد الفني؟ اعطيني الادريس تبعه. حاجة معاك بس على شرط، اوعى تقول لحسني وبندق ان هند تبقى توتا وتوتا تبقى هند. ما راح بقول شيء. منيح، مشي معي. يا خرب بيتك يا جميل، يا نصيبتك السود يا جميل، عنتر بيك رح يطلبك يا جميل. العماد قلبك انت كله منك. وبعدين يا بندق، انا ما كنتش فاكر الحب عذاب وانشغال بال بالشكل ده. يا جدع انت بلس امور الالباندا دي بقى بذمتك انت بتحب؟ يا اخي انا كنت فاكر الحب ده كلام اخترعوه المغنيين عشان ياكلوا بيعيش. وبعدين لكن دلوقتي عرفت الحب الحقيقي، الحب الجبار. تجلد بقى يا حبيبي تجلد، اصبر على حكم الهوى مهما فؤادك ينشوى. صباح الخير. يا اهلا وسهلا. صباح الزفت والقطران والاسفلت والمكادام. يجيك زفت على الصبح. اهلا اهلا بريحة الحبايب. اهلا وسهلا، ازيك؟ ميرسي، العفو، اوروفار، اتفضلي. لو النبي ما اقدرش يا عمتي. اهلا اهلا، ازيك يا ابوك؟ يا حسني بيك يلي ما عندك حسن ولا شرف ولا ضمير. لا 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 لا، يا الله يصف لي عمرين عمرينك. تعا معي. يجي معاك على فين؟ يفرجيني وين معلمتي توتا. توتا؟ امال دي ايه؟ قوطة؟ ما توتا قدامك اهي، هي عاجز النظر. شو لا بقصدي اقول صديقتي هند، مش كده يا جميل افندي؟ ايه قصدي اقول هند التوتا. شو جرى؟ غلطه مطبعيه. جميل افندي، شو اروح حالا مع حسني بيه واقلب الدنيا قلب لحد ما تلاقي صديقتي هند، طمني عليها. تحت امرك يا معلمتي، اصف لي عمري. طب هدي اخلاقك يا جميل افندي، دقيقه واحده اخش البس واجي معاك ادلك عليه. منيح، يلا شهر فرجيني شلون. يلا حالا دخيل. الله والآن اسمع القصيدة دي، اتفضلي. الورد مكسوف من الخد الذي فيه الطماطم والفراولة والجزر، فأقول يا ورد لماذا تنكسف؟ فيقول لي جكنيلة ما عندكش نظر. هذا دمي في وجنتيك عرفته، لا تستطيع جحوده ولا يرمزر. قولي لأي لبيوه إني مشعوط، لا يطفئن لهيب إلا قبل زر.
قبلازر. قبلازر يعني ايه؟ يعني قبلة بس فيها فن وتجديد وابتكار ولازر. يا عيني يا عيني يا عيني على اشعارك اللي ما بتسوى صرمايه. متشكر. ايه معلش يا بوبي ما تاخدش على خاطرك منه. يلا نتمشى في الحديقه. حديقه؟ للاسف احنا ما عندناش حديقه، احنا عندنا جنينه. ايوه ما هي جنينه بالنحو تبقى حديقه. لا لا لا، الجنينه غير الحديقه، الجنينه من الجنه يعني ورد وفل وياسمين، اما الحديقه من الحدوقه يعني ليمون بنزهير وبرتقان ولارنج. يا عمري يا عمري على هالفصاحه، انا ما بعرف ليش معينوك في المجمع اللغوي. مش فاضي والله. يلا يا سي جميل جاهزين. توصلونا لغايه المدرسه. المدرسه بس؟ ده انا اوصلك كليه الطب البيطري، ده انا اوصلك القصر العيني، ده انا اوصلك الاحداث. يلا يا سلام يا يلا يا سي جميل، اهو ده المعهد الفني الموسيقى والرقص والغنى. تفضل. يا نتعت علي يا دهوتي. وهلا راح بلاقي معلمتي هون؟ طبعا هتلاقيها، بس يستحسن انك تقول لهم انك ابن عمها. ابن عمها؟ وليش هالتزويج؟ عشان يسمحوا لك بالدخول. شي بسيط من شان معلمتي صغيره، بعمل ابن عمها امها. ايه بطل بطل، يلا بينا بقى عشان ما نتعطلش. منيح. اتفضل. خاطركم. مع السلامه. شد حيلك. جميل شو اوعى تنسى انت ايه؟ ابن عمها. ايه منيح. يا خدتك يا خدتك. سعيدة يا قلنا عايز ايه؟ انا قلي هون عندكم تلميذة نجيبة، بدي اسأل عن احوالها وبدي اشوفها شي لحظة صغيرة قدها. اسمها ايه؟ اسمها المدموزيل توتا او المدموزيل هند او ما بعرف شو اسمها عندكم. اتفضل. ميرسي. ما بيصير. اتفضل. اتفضل. ميرسي. يبقى مين حضرته؟ جاي قابل مدموزيل هندي يا حضرة النظرة. جناب النظرة اهلا وسهلا. وايه علاقتك بالتلميذة هندي وتعرفها منين؟ معرفة عائلية، دعيكم بلا فخر ابن عمها. ابن عمها. انست يا ابن عمها. ايه الله يأنس مقدارك. ولا شوفي شغلك. لكن دي شغلة جامدة قوي يا حضرة النظرة. وانت شو بيخصك اذا كان جامدة ولا خفيفة؟ قالت لك فلي شوفي شغلك. منين؟ فلي شوفي شغلك. هشوف تبعها. يا افضل صدري. يا عمود الفقر. يا امي. ايه اللي حصل يا ابو جميل؟ حصل ايه؟ حصل كل خير اهو، اللهم صل على النبي. قاعد زرات لي مبسوط اهو. ايه هيدا معهد موسيقى وغنى، ايه هيدا معهد جيمناستيك. لازم انت اللي خيبه، ما عرفتش تمثل كويس انك ابن عمها. اتلخمت اتلبخت، ما انت طول عمرك نيله. طب والعمل دلوقتي؟ الراجل عاوز يقابل معلمته. نفكر له في حل انقح. ايه الله يحل وسطك، بترجاك ما بريد افكارك. يا الله يا الله، بترجاك تحرمني من ثمرات افكارك الناضجه. الله جميل. هون هون. لا هون. يا امك يا امك. اني ارى ثلاثه عشاق يتعلمون من الهوى الحراق. حضرتك شاعر وحلاق المعهد الخاص. ونعم. اقرد الشعر واقص الشعر وانظم القوافي واحلق القفاء. الله خش في حضني يا رصيف العزيز. لا تخفي عني الشعر يا حلاء واشرح حواك فكلنا شعراء. شو هالبخت الاسود يلي جمعني بمصيبة نسر مثل حكايتك ومصيبة شعر مثل هالجحش. بندق. انا مريض ذنب في كل اللي جرى لك. بندق هو اللي جاب لك ده كله. ايه هيدا منه بندق، هيدا زلط، هيدا حصى، هيدا بينظم شعر بينطبق عليه جميع مواد قانون العقوبة. ده مجنون شاعر.
شوف انت ازاي اول ما شاف المزين الشعر فاتنا نرن وجري وراه. بس يا اخينا انت هو ما تلبخش في الشعر والشعراء. الشعراء بلابل الانسانية، ملائكة الرحمة. على ايه ده كله؟ اصل صديقي المزين الشاعر هيعمل لنا خدمة عظيمة قوي، هيدخلنا المعهد نقابل الانسة هند. تكلم جد؟ بقى ده معقول؟ صحيح؟ امال وده كله عشان خاطري انا. انت يا ازعى. امال عشان خاطرك انت يا مفش. استنى شويه هنا. مين دول؟ دول الثلاثه المساعدين الجداد. مزينين؟ طبعا مزينين. تحبي ناخد لك دقنك؟ ما تدخلوش قبل ست النظره ما تؤمر. اهي جايه اهي. اعميها يا الله. استرها يا رب. تشجع منك لو. انت غيرت المساعدين القدام يا اسطى؟ اي نعم يا سيدتي، لانهم كانوا عزاب. ودول متجوزين؟ ايوه يا فندم متجوزين وعندنا اولاد. استنى. طب اتفضل. طيب. احنا التلاتة تلات صبوات من الفسيخ نخلق شربات. احنا التلاتة تلات صبوات من الفسيخ نخلق شربات. وشعر القص ودقن القص، وشعر القص ودقن القص، صم بكم العمي الفرص. احنا التلاتة تلات صبوات. الموس مسنون مشرب جراح فشر الشعرة، ومرغي صابون سكر دمك شو هالنعرة. نحن يا تقدر نتريدلك اتمنك وفرت من شنقة فوت. نحن سبيسيال للمدموزيلات على ورد الخد. نمشي الموس ونسيب الموس في الخد يبوس، ونخلي الوش دايب قفلوس فكأن مضياه قمر مطبوس. وشعر القص ودقن القص، صم بكم عمي الخرص. احنا التلاتة تلات صبوات. شعري يا حلق لي ايدك مشتاق، اكويلي يا وامو افردهولي. ده جدايل ليلو وراني الوي وكواني وحصد من طولي. وضفر كمان عندها خفان وبقالها زمان، وردها دبلان قصصهم لي وبردهم لي وبلون الحنة صبغهم لي. روحي عشان خاطر وعمل لك مانيكير في ايديكي، واصبولك لو يسمح خاطرك من دمي ضعف رجليكي. من اللي قال يا اهل الهوى ان الهوى يمسك في زمارة رقبته ويعدمه؟ ولا الغرم في شرعكم ملوش دواء ما لم يراه على جوانبه الدم؟ يقبر لي شعرك يلي عم بتكتبه، الشعر يا اسطى بنصحك روح وضه بو. انت يا اسطى وانت يا اسطى خليك وسطى بيني وبيني، ده انت بعدكم كان على عيني كان عيني. بنقص لك قصة فيري هاي سبور ما تبقى بضرب تمن. دقن وقفة وحتشوفي ازاي فنه نعيما مقدما، نعيما نعيما مقدما، نعيما نعيما مقدما، نعيما نعيما مقدما، نعيما نعيما مقدما. هند يا حياتي. دعي لها هبه يا اخي ظهر. وحشتني قوي يا حسني. عندي ليكي مفاجاه هايله، هنخرج سوا النهارده. صحيح، لكن الخروج من هنا صعب قوي. ما تخافيش، عندي فكره مدهشه. ايه؟ جنان. لكن يا ترى الاستاذ بندق حيوافق؟ طبعا، بس فولي بالك شويه. بندق يا جدع انت عاوز توديني في داهيه؟ دي خدمه تحولنا عن نيابه على طول. يا جدع حودني بس. والنبي وحياه الشعر على قلبك. وحياه المتنبي. وابو النواس وابو العلاء وشوقي وانا وانت.
خلاص مدام حلفتوني بأعز شيء عندي لازم أعمل اللي انت عاوزين تعمله. يا أختي على شهامتك ميرسي يا حبيبي. أنا متشكر. يا جميل لا أخوة متشكر قوي. عن إذنكوا علشان المطمازيل حروح أغسل لها شعرها. اتفضلي. أيوة يلا بينا يا حسني. يلا بينا يا أسطى. عملنا اللي علينا. ربنا يجيب العواقب سليمة. طب يلا زغوا بقى قبل ما تكشف العباد. احنا متشكرين قوي. اغفر يا اختي يا دي النيفة. لما عزة الهند خرجت مع شبيان الحلاقين خارج حلقة شنابهم. يا ساتر استر يا رب. خش على مهدك انت غيرت البنات تفهم. يا على الله يكونوا البنات لموا الغسيل وحطوه في الكيس. بسمع يا ريسه انا عيانه وما اقدرش اغسل الغسيل ده كله. عيانه ميته لازم تغسلي الغسيل ده كله. ارفعي معايا غسل. ايه ده يا اختي اللي هيكسر الوزن؟ ارفعي ما بتاكليش. ارفعي ارفعي. وان هو طشت يا اختي اللي هيساعده كله. الطشت اللي في بيتكم قولي لها اصلها ما غسلتش قد 14 مره. شايلين شايلين يا رب. يا اختي يا بالنيل الغسيل مكركع وبيوسني في ظهري. عرس التعبان ده انت اللي خرعه. كاتك تعبان لما يلوشك فين النعنك يا ام لسان زفر. انا يا خرعه وانت مش قادره اشيل شويه غسيل وسخ. انا هكلم الست النظره تقطع رجلك من هنا. شيلوا لي الكيس الغسيل ده وانا ارميه في البلكونه للصبح. بس ارميه بشويش والنهائي. يلا حاضر يا ريس. شيلوا ما بتاكلوش. شيلوا يا اختي شيلوا. جاتكم وجيعه. بني يا مدمازيل. اتفضل يا جميل افندي. انا راح اتفضل واتفضل واتفضل. انا ماني جاي لهون للزعبرة. انا جاي لهون بوليس اداة فقط. الله جرسون. جميل افندي اطلب كل حاجة على كيفك. نيح جرسون ماني. وانت يا هند مش تحب تشربي حاجة؟ يا سلام انا مبسوطة قوي من الجو ده. مش عايزة اشرب حاجة. طب اذا ترقصي؟ ايوه ارقص قوي. ايوه يا لا يا لا يا ايوه. ايوه يا لا يا لا يا ايوه. يا هلا يا لو قلت لي ايوه. ايوه يا لا يا لا يا ايوه. يا لا يا ايوه. بتحبها ولا لا يا ايوه. والعين في العين. اصل الصراحه جميله وحلوه بين الحبيبين. بتحبها ولا لا يا ايوه. والعين في العين. اصل الصراحه جميله وحلوه بين الحبيبين. قولها لها من قلبك. قول للي بتحبك. يا هنا يا لو قلت لي ايوه. ايوه يا لا يا لا يا ايوه. يا لا يا ايوه. ان كانت لا وهتقولها من عارف يحصل ايه ليها. وان كانت ايوه اجلها احسن على طول يغمى عليها. ان كانت لا وهتقولها من عارف يحصل ايه ليها. وان كانت ايوه اجلها احسن على طول يغمى عليها.
بلاش بسرعة تقول خليها أمل مجهول يا هنايا وقلت لي أيوة أيوة يلا يلا يا أيوة يلا يا أيوة مش من قلبك قلت لي ايوة وايوة وايوة ولا فيش دليل على حبك ايوة تهنيني لا اتمكيني ايوة تهنيني لا اتمكيني يا هنايا لو قلت لي ايوة ايوة يلا يلا يا ايوة يلا يا ايوة هنا يا أذان المهلبية بونسوار بترجاكي وبابوس دياتك لا تحكيني هلا أفندم خايف مني أنا خايف من فضايا خايف لحسن تفضحيني قدام معلمتي معلمتك ده إيه يا سنة أولى يا بيبي يا نونو اطلب لي شامبانيا اسمعي رح بطلك شويش وحياة الله ها احم احم يا عمري يا عمري يا دلي جنابها مع معلمتي اللي عم بشتغل عندها بتشتغل عندها؟ ايه خدامها وخدام بيها المبجل وامها الماسونه خدامها؟ يا كذاب يا غشاش حضرتك مش فهمتني ان الفشل ده يبقى مليونير بقى كنت بتعمل كده عشان يخللك الجو مع سته اخرسي مش هخرس قبل ما اكشف حياتك حضرته ده مش بني ادم ده شيطان ما عندوش لا قلب ولا ضمير اخرسي يا سفله يا منحطه انا سفله ومنحطه يا حسني بعد ما كنت كل شيء ليك في الحياه يا سافل يا منحط يا مجرم يا خداع هيدا عفريت نسوان اخرس اسمع كلامي وهربي منه قبل ما يرميكي في النار زي ما رماني اسكتي حسني بتقول ايه الست دي كدابه ما تصدقيهاش صدقيني يا ست هانم حضرته سلطني على خدامك وفهمني انه مليونير علشان ابعده عنك ويخللوا الجو لا 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 هيدي حيه ما تصدقيها انا بريء براتل الديب من دم ابن يعقوب بريء يا تشه وهدوم اللي ستك رمتهم من الشباك هدومك اللي كانوا في اللوكان ده ايوه يا ست هانم هدومي روح ربنا ينتقم منك ويخلص الولايه يا غشاش يا محتال فنج يا غمي يا اختي يا اختي يا اختي يا ما فيش دم الحمد يا اضلعي يا ركبتي يا جبهتي بقى الغسيل دول لو كانوا خدوني كمان في ام كنت زمان طلعت في ايدهم حيطة باي باي بقى يا حبيبي الى اللقاء مين يا ام تاني يا مني الاسطار هند بنت حلال جيت في وقتك اعملي معروف خلصيني من الورطه الحريم اللي انا واقع فيها دي خد هدومك غور من وشي غور من وشك وانا عملت لك حاجه ده جزاتي طب روحي الله يسامح هند ملك مكشرة ومبوزة كأنك رجع من ميتم أنا فعلا رجع من ميتم ميتم قلبي أنا من دلوقتي ضد الرجال حقاطع الرجال مش ممكن هو ده معقول اغصى على الرجالة وعلى مقالب الرجالة يا مفرقيني الحبايب راحين وبكم ايه لما الحبيب دمعته تفضل مش يغلعني يا مفرقيني الحبايب راحين وبكم ايه
لما الحبيب دمعته تفضل مش أغلى عني بقى حتى النظرة أطلبها واشتاقها ولا طولهاش ولما الدنيا تصفالي ألاقي الحظ ما يرضاش أهل الهوى عايشين سوا وشمعنا أنا يومي بسنة اشمعنا أنا اشمعنا أنا أحرم عيني إزاي منه وهم أول عهدي بيه هم اللي شاوروا على حسنه من قبل روحي ما تعطر فيه يا مفرقين الأمل مالكم ومال حبيبين ليه تحرموا اللي انشغل وتفرقوا نارين يا مفرقين الامل مالكم ومال حبيبين ليه تحرموا اللي انشغل وتفرقوا نارين وتحوشوا ليه عن قلب النار والنار دي بيني وبينها عمر وتحوشوا ليه عن قلب النار والنار دي بيني وبينها عمر أهل الهوى عايشين سوا وش معنى أنا يومي بسنة إيش معنى أنا إيش معنى أنا أهل الهوى عايشين سوا وش معنى أنا الو بس خش يا العدوم كنام وبلاش دوشه ايه اخوه المعامله السيئه دي بقى انا اخدمكم واستحمل قرفكم وهي تبهدلني وانت تسخط فيا وانا كنت اظن انها هتصدق كلام هاجر وينقلب حبها كراهيه بالشكل ده يا دي الداهيه هي هاجر كشفتك قدامها كشفتني وبس دي بهدلتني خلت هند هزقتني وضربتني بالقلم قدام الناس تستاهل ما هو ذنب ناس بتخلصوا ناس تبقى داير تضحك على البنات العبيطات البريئات السابحات الفاتنات وفاكر ربنا هيسيبك يا اخي بلاش غلبه غلبه لا 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 هتفلقني لاك يا اخوة ده انا صحيح ما كنتش اعرف الحب لكن دلوقتي بحب هند من كل قلبي وهفضل احبها طول العمر اسمع يا حسني اذا كنت انت بتحب هند صحيح شوفني هعمل ايه مع توتا واعمل زي مع هند هتعمل ايه يعني اقول لك يا سيدي هخش في الجد على طول وحسبت لها انني بحبها حبا خالصا شريفا لا ينطوي الا على كل خير تصبح على خير وانت من اهل الخير اصلي قدر يا اصلي انا جايلك في مسألة عائلية خطيرة جدا جايلك في موضوع خطير مريع مهم يا ساتر يا رب خديتني لا ما تتخديش ولا حاجه توتا انا جاي اقولك ازاي صحتك صحتي كل مساله الفظيعه المريعه المهمه عشان تقولي ازاي صحتك لا صحتك خارج الموضوع انا هخش كده في الموضوع خبط لازم الشعر يا توتا هو اللي لمني عليكي حاكم الشعر احيانا بيلملم انا لسه مش فاهمه حاجه بقى السعادة في الحياة يا آنسة مبنية على الانسجام خدي عندك مثلا الويسكي أغلى من البنزين ولو حطوا ويسكي في قلب الأوتومبيل ما مشيش ليه؟ لأن مفيش انسجام بينهم إنما في انسجام بينه وبين البنزين برضو مش فاهمة حاجة دلوقتي تفهمي توتا
ما دام اجتمعنا تحت راية الشعر والخيال، ليه ما نجتمعش تحت راية المأذون؟ تتجوزني؟ اتجوز ابوك كمان. لكن مش ممكن، مستحيل. مستحيل؟ مستحيل؟ فهمت ليه مستحيل؟ علشان انت غنية وانا شاعر فقير. ابدا ابدا، بس اديني مهلة لغاية ما اخد رأي صديقتي هن. مهلة؟ ابدا، ده دلوقتي حالا. يلا رحمة بقلب تعبت ولا ليه تاكسي يا لبيرك عادي؟ مفيش، انت عارفة الحالة. لا لا لا، استناني هنا لحد ما اخش اخد رأيها وارجع لك حالا. طيب انا منتظرك على نار، نار الله الموقدة. يا ختيما للخطوبة، يا كلبشا من ذهب، حين تلبسك الحبيبة ينطفي كل اللهب. يا خبر، شفايفك الحلوين دول اتخلقوا للابتسامة مش للتبويل. ابتسم؟ ابتسم لمين؟ ابتسم للحياة، للشباب، للحب. ما فيش في الدنيا شيء اسمه حب. ما تتسرعيش في الحكم يا توت، انا عارف انت واخدة على خاطرك من حسني، مش كده؟ انا مش هغير رأيي فيه ولا في اي راجل، كلهم شياطين. لا ده مش كلام، عندك مثلا الاستاذ بندق الشاعر، مخلص وبيحبني، والنهاردة طلب مني اتجوزه. اوعي تتجوزيه، ده كل الرجالة زي بعض. ازاي؟ ازاي؟ ده العصابة واحدة متفقين عليك وعلي. وحسرته، لكن ازاي بندق يكون خاين ويطلب ايدي للجواز؟ يا عبيطة، ما هو كل شيطان له طريقة، وسي بندق افندي كلمك بالطريقة اللي يقدر يوقعك بيها. المجرم، الدون، الوضيع، انا هطرده من قلبي، هكنسه من قلبي. يا حبيبي قلبي. ايدك في ايدي يا هند، نتعهد على مقاطعة الرجالة كلهم. ايدك في ايدي يا اختي. لا رجالة بعد اليوم. لا رجالة بعد اليوم. منية النفس توتا، تفضلي. الله الله الله، ليه العواطف اللي اتعور دي؟ انا زعلتك في حاجه، كلميني. ابعد عني لخلي نهارك زي وشك. زي وشي؟ لازم تخليه نهار مقندل ليه بس؟ ماذا جنى قلبي انا تسقيه كاس العكننا. طب ايش؟ ايش يا ماما؟ يا ماما يا ماما، ده وزن ابوه. أنا من ضيع في الأوهام عمره. لا 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 لا، مالك مبهدل كده زي اللي مضروب 30 بوكس في خلقتك؟ لا يا اخويا، وانت صادق 35. ومين اللي ضربك؟ الأنسة توتا التي ضبت في هواها. حبيت أكون شريف واخطبها واتجوزها، إنما على رأي مجنون ليلى الذي قال: أرى وقفتي يا ليلى كانت شريفة، ولكن جزائي كان غير شريف. أصل حضرتك ولا مؤاخذة مغفل، انت بدل ما تدخل البيت من الباب دخلت من الشباك. باك ايه وباب ايه؟ انا مش فاهم حاجة. لانك برضو كنت رجل خيالي في مسألة مهمة زي دي. انا حسبت لك ازاي يكون الرجل العملي اللي لما يحب يطير في الجو يطير في طيارة مش في قصيدة يا سي بندق. على لبنان في طيارة، يا جارتي الوادي يا جارة. موسيقى
ساكن في الهوى جاري يا جارتي القلب انا جاري وساكن في الهوى جاري ويا ما الفكر راح صارك وعاش وياك يا جارة جريت على فوق وخدت الشوق جريت على فوق وخدت الشوق على لبنان في طيارة يا كرت الوعد يا كتب سعده وصبري الزمن وعده ووفى الوعد يا جارة جريت على فوق وخدت الشوق جريت على فوق وخدت الشوق على لبنان في طيارة يا جارة الوعد يا جارة من فضلكم عاوز اقابل ابو المدمازيل هند. بخصوص ايه يا حضرتك؟ انا حسني بيه الوجيه جاي من مصر عشان عاوز اقابله. حضرتك من مصر؟ أيوة. يا الف اهلا وسهلا يا ريحه الحبايب. انا ابوها. حضرتك ابوها؟ اه. نحن حصل لنا الشرف يا باك. انا امها. امها. اتفضل. اتفضل. متشكر قوي. نحن تحت امرك يا باك. شو بتأمر؟ بقى انا جاي من مصر مخصوص عشان اكلمكم عن الانسه هند بنتكم. مالها عيانه؟ شو جرى لها؟ مرضانه؟ لا 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 ابدا، طيبه بخير. بس انا جاي اطلب منكم القرب في بنتكم هند. يعني حضرتك جاي تخطب بنتي هند؟ جنابك راح تتنازل وتتجوز بنت ناس فقرة مثل حكايتنا؟ وليه لا؟ في الواقع أنا معجب جدا بأخلاق بنتكم وبتربيتها. ما هو محسوبك اللي رباها. شو عم بتقول يا أزعر؟ انت ما بتعرف تربي دجاجة، هذه ما حدا ربيها غيري. ما هو برضه الفضل راجع لكم انتوا الاثنين، وأنا أهنيكم وأكون في منتهى السعادة لو قبلتوني عريس لبنتكم. هيدا شرف للفاميليا. يا الله شو هاليوم اللي كل ساعة بجيب بشرة سعادة. ده صحيح، النهاردة جنابك قبل ما تشرفنا بنص ساعة جانا جواب من المعهد الفني ان بنتي هند نجحت وطلعت الاولى في الغنى والموسيقى. ايه، وراح تكون بطلة الحفل اللي بيحييها المعهد الفني في دار الاوبرا. هند تستاهل اكتر من كده، والف مبروك على النجاح الهايل ده. مبروك عليها عريسها الخفة. انا النهاردة في الواقع اسعد مخلوق في الدنيا، وتزيد سعادتي لو سافرتوا معايا على مصر ونحضر الحفلة اللي هتغني فيها هند. نسافر نسافر قوي يا حبيبتي يا مصر. وبالوقت نفسه بتكون مفاجأة سارة الهند. يا فرحة قلبي يا فرحة قلبي. يا مصر يحميكي لأهلك، ما نشوف ليك الأيام سعدك، نموت ونحيا احنا في حبك، دنيا ما دنيا ولا فيش بعدك. معهد العلمي لإختار عزتكم لأن كريمتكم توتا قد نجحت نجاحا باهرا في الآداب والفلسفة، فنهنئكم على نبوغها. سمع يا ثرطة، بيهنوني بيهنوا عزتي. وما هنمي بيعتبروا عقلية البنت من عقلية أبوها. أبوها جهل. أنت عملت إيه؟ فكرت في إيه؟ ده أنت عقليتك هايفة. وأنت عقليتك مفشولة. هو أنت اللي فكرتي تبعتيها في مصر وتدخليها المدرسة؟ سلامة عليتك، وانت اللي فكرت في الفكرة دي يا عمتر؟ ما انا وانت واحد يا تورتة. الغرض ان البنت نجحت ورفعت اسم العائلة، ومن رأيي انا. انت مالكش رأي، الرأي رأيي انا. طيب حاجة، من رأيك انت انها نفاجئها ونسافر لها ونهنيها بالنجاح؟ ايه رأيك في الفكرة دي يا عمتر؟ ايه، يا سلام عليكي وعلى افكارك النيرة. Thank you.
تشرفوا. تشرف فين؟ هون. هون؟ يا اخي الجاكون يدق على دماغك ويصحى عظمك. بقى بقول لك عايزين نروح المدرسه اللي فيها توته، تقوم بسرنتك تجيبني في تياترو؟ ايه يا معلمتي المحروسه بنتكم موجوده هون بهالتياترو. بهالتياترو؟ ازاي يا لوح؟ انت اتجننت؟ لا 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 يا معلمي، انا ما اتجننت، العدسات تبع مخي لا زالت 6/6، وهلا راح بفهمكم ليش بنتكم موجوده هون. كلم انت. ايه في مثل هاليوم من كل سنه بتحيي المدرسه اللي بتتعلم فيها مدموزيل توتا حفله مدرسيه بنوجد فيها جميع الطالبات. ما تقول كده، من الصبح جاتك البلد. بترجاك يا الله، استرها يا الله. بس اياك تكون توتا تقدمت في العربي والنحو والصرف. ايه اتقدمت كتير كتير كتير، صارت هلا قاموس عربي، دايره معارف نحويه. عال عال عال، الله يوسع عليك. تفضلي يا تركي هانم. تفضلوا. اهلا وسهلا. تفضلوا. اهلا وسهلا. مساء الخيرات يا حضره النظره المبجله. يا حضرتها تبقى نظر في المدرسه؟ ايه هيدي بيبان عليها نظره من اول نظره. مساء الخير يا حضره النظره. اهلا وسهلا. تشرفنا يا فندم. هدول البابا والماما تبع مدموزيل هند. كده؟ ايه. انا اهني حضرتك والهانم وبشركم ان بنتكم طلعت الاولى في المدرسه. بهمتك طبعا. دبرها يا الله. اتعشم انكم بنتي بقت كويسه في العربي. في العربي وفي الرومبا وفي الفالس. ايه الكلام ده؟ ايش جاب العربي للرومبا والفالس؟ ما هو اصل يا ست هانم نظام التعليم عندنا التلميذه من دول لازم تتعلم كل حاجه مش بس العربي. كده يظهر ان بروجرام التعليم حصل فيه تغيير اليومين دول. اتفضلوا، البروجرام قرب يبتدي. اتفضلي يا تركي هانم. ممنون كتير يا الله. شرفنا الرفيع. حضرة النظرة ما كانش قصدها العربي بتاع سيبويه، كان قصدها العربي بتاع بمبكسر. You.
شايفين هند؟ وينها؟ اهي القمر اللي حواليه النجوم. الله، انا مش شايف لها اثر يعني. ولا انا. اصلها ايه؟ ايه بنشوف اصلها وفصلها يعني. ما هو انت اصل المصايب دي كلها. فوت قدامي. امين. ابدا هيدي مالها هند اللي زلطتها من بطنك. ايه بقى مش دي بنتكم هند؟ لا انتوا هتجننوني. اما تبقى مين دي؟ دي محتاله، دي نصابه. ازاي الكلام ده يا جماعه؟ طب تعالوا معايا نشوف الحكايه ايه. ايوه لازم نشوف الحكايه ايه. أنت بلبلة أباها بلبلة، هكذا المغنى وإلا بلبلة. مدموزيل توتا، مدموزيل توتا، مدموزيل توتا. خير يا جميل؟ مصيبة، مصيبة عشتك بالبريد الجوي. يا ساتر، ما فيش وراك غير المصايب. جرى إيه؟ بياك وأمك، وأمك وبياك. بابا وماما مالهم؟ موجودين هون وعرفوا كل شيء. يا حسرة قلبي على شباب اليافع. يافع؟ يا سلام على اخبارك اللي زي النيلة. وبعدين يا توتا مش نهرب احسن؟ فعلا الهروب نص الشجاعة. يطلع خلطة الشياطين يا نسل المجانين. قصرتي رقبتنا قدام الناس يا بنتي من الناس. ازيك يا اوعي. امشي امشي من هنا. موري من وشي. امسكوها على الغشاشة. هادي مالها هند بنتك؟ دي سرقة اسم بنتي، دي سرقة مجد بنتي. الله بنتي هند. بنتك؟ امال بنتي مين دي اللي كانت بتغني؟ دي بنتي انا يا سيدي، بنتي توتا. توتا؟ امال انت تبقى ايه؟ هند. امال انا بقى ايه يا اخويا؟ هندي. يا اخي قول لي، انت فاهم حاجه من اللخبطه دي كلها؟ ابدا يا اخويا، بس فهمت ان هند تبقى توتا وتوتا تبقى هند. طب وماله؟ المهم انا اتجوز حبيبتي وانت تتجوز حبيبتك. ايه؟ واتجوزها لوحدي؟ لا يا عم، انا بقى... انا لا اتجوزها بس الحقني. هدوء شويه. انا يا سعاده البيع عندي اقتراح بخصوص بنتك. اقتراح ايه بعد العاملة السودة اللي عملتها دي؟ انا راضي بالعاملة السودة اللي عملتها دي. هي راضي؟ وانت ايه اللي حشرك في وسطينا؟ اسمع يا سعادة البيه، ما تعرفش ان من اهم اصول التربية الحديثة كونك تبحث عن ميول اولادك وتوجههم للناحية اللي يحبوها؟ يعني ايه؟ يعني لو ابنك غاوي ادب توديه الجامعة، غاوي رأس توديه كباريه، غاوي خيل توديه السبق. سبق ايه؟ احنا في السبق ولا في توتا؟ توتا بنت عنتر بيه الاسد تدخل مدرسة مزيكا وغنى؟ على كل حال يا عنتر بيه، أنا حبطلها كل ده. تبطلها؟ إزاي؟ هتجوزها. تتجوزها؟ أيوة أتجوزها. تسمح لي يا عنتر بيه، أنا حسني ابن وجيه باشا الوجيه. تشرفنا يا حسني بيه. يا ألف أهلا وسهلا. خلاص، وأنا هتجوز هند. شوف؟ ما شوفش ولا حاجة. انت اسعار؟ اولا انا مش اسعار، انا شاعر واديب وخطيب بنت اختي. اذا حصلت لنا البركه انكتمي. واحده يا سعاده البيت، امتى بقى نكتب الكتاب؟ والله مش عارف. مش عارف. ايوه البر عاجله بكره. وانا حاسب الكتاب انت وانت راخر برضه بكره. ما يلا تعال. احب ادبك. وانا اموت قلة أدبك. تولا، أنا أحبك وأحب فنك. وأنا أحبك وأحبك أنت يا حياتي.